بس ديري بالكم ما حدا يخرب تليفون البيت. لعبة تليفون خربان هي من نوع الداعية، والبنت الأولى بدها تحكي للبنات التانيات كلمة، والبنت التانية بدها تصير تحكي للبنات التانيات، والبنت الأخيرة بدها تحكي الكلمة، إذا حكتها خطأ بدنا نحكم عليها، وبعدين البنت التانية، وهيك بنضلنا نستمر ونحكي. يلا نبدأ. بطتنا بطت بطتكم. لا خطأ، بطتنا بتنط بالبحر. هلا انا حكيت بطتنا بتنط بالبطة، حكيت لها يا لدينا. دينا شو انا قلتيها ليارا؟ انا قلت لها بطتنا بتنط بالبحر. يارا ما سمعت الكلمة منيح، وممنوع نعدلها كمان مرة، فحكيت لك الكلمة حكيت لك اياها خطأ، وانت حكيتيها لسوار خطأ، وسوار رح نحكم عليها لا. حكم لا. لازم نحكم عليها يارا، لأن هي اللي حكت الكلمة خطأ. صح، شو نحكم عليها؟ ان كنت 10 نطة وإذا الوحدة. يلا يلا يارا. 3 4 5 6 7 8 9 10. الكلمة اللي حكيتها هي بيت بيوت. ايش حكيتي لي؟ بيت بيوت. انا ما سمعتها صح. انا سوار سألت تحكي لي دخنة وانا حكيت لها سوار. لا احكي حكيتي لي اياها. هلا لازم نحكي مع ضحى. شو رايكم انه تنط حوالينا؟ لا لا هي مغمضة. لا يا سوار. اي سوار لازم تدور حوالينا 10 مرات. لازم الدنيا تحكي بيت بيوت بيت بيوت. يلا وراكم؟ لا وراكم. 10 مرات. طبر الكراسي. بيت بيوت بيت بيوت يلا نبني بيت بيوت، بيت بيوت بيت بيوت يلا نبني بيت بيوت، نحكي نلعب نرسم. ما أجمل ورد الحديقة. خطأ. إيش هي؟ ما أجمل الوردة في الحديقة. الخطأ هي ضحى. يعني إحنا بس أخطئنا بقلة التعريف. لا ملا لا احنا قلنا الورد ما اجمل الورد. ما اجمل الورد في الحديقه. في الحديقه. انت في الحديقه. ما اجمل الورد. اجمل ورد. انت حكيتي تعتبر صح يا يارا. لا شوفي هلا لانه في الحديقه بتختلف عن الحديقه. طب اسمع خلي يا ضحى تكمل الخمسه عشان يصيروا 10. يلا يلا جزائك. حيط حرير على حيط خليل. صح. هلا دورك يا سوار. بيت بيوت بيت بيوت يلا نبني بيت. يا رب انصر المسلمين. صح. يلا نحكي نلعب نرسم ونفكر في بيت. اشكرك عم محمد حافظ. صح. يلا يا دينا. الكلمة اللي حكيتها هي من ضحى. وانت ايش حكيتي لي؟ تكلم علي يارا. بدنا نحكم على يارا. انا يارا بدنا. لا خلي ضحى تحكم. اضربي حالك. لا لا انشدي لنا انشوده. لا انشدي لنا انشوده. بدنا اياها تركض. اركض كم من مره؟ 10 مرات. لا اي كثير. وانت بتنشدي. لا 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 لا. لعبة حلوة كثير. تعرفوا شو اكتر اشي شدني عليها؟ شو؟ انه احنا صرنا باللعبة زي التليفون. بس مش اي تليفون، تليفون خربان. شو يا لما ما حكيتيلنا؟ اكتر اشي عجبني بتقول كلمة عند البنت الاولى اشي، وبتوصل عند ممكن توصل عند اخر بنت اشي تاني. ما احلى الالعاب الجماعية. عن جد حلوة كتير. بدنا نتعلم كل حلقة باذن الله لعبة حلوة جديدة. بس علشان شو؟ انا نعلمها لحبايبنا المشاهدين اللي بيشاهدونا على الشاشة. هلا اجا دار الفقرة الجديدة. فقرتنا فقرت والآن إلى فقرة زيارة.
أهلا بكم مشاهدينا، هلأ إحنا موجودين على باب المكتبة، منا نزورها من الداخل ونقرأ الكتب ونستفيد منها، خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ ممكن. مين بيجمعك على المكتبة؟ أمي. طب أي الكتب بتحبي تقرأ؟ قصص الأطفال. شاركت بمسابقات للمطالعة؟ لا. كم ساعة بتقرأ بالأسبوع؟ ساعة. كم كتاب قرأت بحياتك؟ كتابين. شو اسم الكتاب اللي بتقرأ فيه؟ حيوان. كم ساعة بتقرأ بالأسبوع؟ ساعة. كم عدد القصص اللي قرأتها بحياتك؟ ثلاث. شو هوايتك؟ قراءة. شو أكثر نوع من الكتب بتحبي تقرأيها؟ الحيوان. عمرك شاركتي بمسابقات المطالعة؟ لا. طيب شكرا لك. احنا بنات صغار، بكرة ان شاء الله نصير كبار ونبني احلى بيوت. كيف؟ الحمد لله. شو اسمك؟ آلاء. شو القصة اللي بتقرأيها؟ الكنغر. شو استفدت من القصة؟ يعني الحيوان كيف بعيش. شو هوايتك؟ القراءة. شكرا لك. بيوت يلا نبني بيت بيوت، نحكي نلعب نرسم نكتب ونفكر في بيت بيوت، يا أطفال العالم معنا في البرنامج كونوا معنا نبني بيت بيوت، يا أطفال العالم معنا في البرنامج كونوا معنا نبني بيت بيوت. إيش اسم الكتاب بتقرأي هلا؟ عن الطبيعة. كم كتاب قرأتي بحياتك؟ 6. كم ساعة بالأسبوع بتقرأي؟ ساعة. طيب شكرا لك. القطرات القليلة تصنع جدولا. أهلا بكم من جديد، كتير كانت حلوة المكتبة، بتمنى أزورها مرة تانية. وبحب أخبركم المكتبة مش بس للمطالعة. ليش؟ شو ممكن نعمل فيها؟ ممكن نلون ونشاهد أفلام تعليمية وكتير أشياء. هلا خلينا احنا مشاهدينا نروح للفقرة المقبلة، كشكول. كشكول فقرة كتير حلوة. كشكولنا اليوم فيه اشياء بتحكي عن اكبر اشياء بالعالم وبالصور،
يلا نبدأ من عند يارا. أنا بدي أورجيكم أكبر باص في العالم، عمو المخرج ورجيهم صورة الباص. لا 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 لا. هلأ دوري. تفضلي. بدي أفرجيكم أكبر طائرة في العالم، هي من نوع إيرباص، من نوع 380A. لا 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 لا. وإنتي يا لما ما ورجيتينا. أنا رح أورجيكم صورة من الصين، والصورة بتحكي عن أطول جسر في العالم. لا 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 لا. وإنتي يا دينا ما بدك تورجينا؟ يعني حكيتوا عن أكبر حفارة وأكبر باص وأطول جسر وأكبر طيارة، وما حكيتوا عن البحر؟ أكبر بحر بالعالم؟ لا، أكبر سفينة بالعالم هي تنقل الركاب. لا 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 لا. فسبحان الذي جعل من الإنسان صانعا ماهرا. حتى يجي موعد الحلقة الجاي، إحنا بنات بيت بيوت نستودعكم بحفظ الله والسلام عليكم.